تخضع عدة قرى ومدن في شمال سوريا لنفوذ القوات التركية والميليشيات الموالية لها منذ أعوام بعد الحروب العديدة التي واجهت البلاد وهذه المنطقة تحديدا. هذه المدن شهدت الكثير من أعمال التخريب والتهريب لمواردها، ولعل أهم هذه الموارد الآثار والنفط. في هذا السياق تداول رواد السوشيال ميديا صباح اليوم مقطع فيديو تظهر فيه حرائق كبيرة وهائلة شبت في قافلة نفط كانت متجهة من شمال سوريا إلى تركيا، بعدما نفذت القوات الجوية الروسية غارة دمرت القافلة وقافلة الشاحنات وفق وسائل إعلام روسية ومصادر سورية. كيفية تنفيذ هذه الغارة لم يتضح بعد، فالأنباء متضاربة بين من ذكر أن من نفذ العملية طائرة مسيرة وبين من قال إنها من تنفيذ مقاتلة، والأرجح أن تكون المقاتلة روسية. لم تصرح المصادر الروسية بأي معلومات إضافية، إلا أن الهجوم وقع فور خروج القافلة من مدينة الباب التي تقع في محافظة حلب. ولكن يبقى السؤال الأبرز، ما سبب هذه الغارة؟ فهو لم يتضح بعد، إلا أن هناك من رجح أنها قد تكون ردا على الهجوم المدفعي التركي على القاعدة الروسية العسكرية قبل أيام، بينما أشار آخرون إلى أن تدمير القافلة النفطية التركية قد يكون محاولة من قبل موسكو لوقف تهريب أنقرة النفط السوري من البلاد. الله أكبر، حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كثرت القراءات والتحليلات، لكن خبراء عسكريين حاولوا تحليل سبب هذه الغارة، ما أثار تفاعل على السوشيال ميديا، وقد أمطروا صفحاتهم بالفيديو مذيلا بالتعليقات المستاءة من تهريب الموارد الطبيعية السورية وسابقا الآثار. سنشارككم البعض منها، والبداية مع باسل الذي تساءل في تغريدته: أنا يلي ما عم أفهمه بيضلوا يسرقوا من كل مكان من ليبيا لسوريا امتدادا لكركوك في العراق، بس بيضل اقتصادهم منهار، في إشارة إلى انهيار الاقتصاد التركي وشعبهم جوعان. محمد علق أيضا على هذه العملية وعلى استهداف هذه الغارة لتهريب النفط السوري قائلا: سرقوا الأرض والثقافة وحتى الأطعمة والقطع الأثرية والنفط والحجرة النبوية، وأخيرا أغطية الصرف الصحي، وهذا ما كنا تابعناه في السابق في مناطق سورية كثيرة. كل شيء نسبوه لأنفسهم ونسيوا أنهم من وسط آسيا في الأصل. كما استذكر أيمن في هذه التغريدة أيضا قائلا: متذكرين قبل فترة لما أردوغان قال بعض الدول عرضت علينا تقاسم نفط سوريا، فقلنا لهم همنا الإنسان لا النفط. لا، واضح أنه همك الإنسان، هذا ما قاله أيمن. نختم مع تغريدة من حساب إنسان: أردوغان همنا إنقاذ الإنسان، لذا فإن أول خطوة في إنقاذه هي إبعاد الإنسان الغالي على قلوبنا عن النفط حتى لا يقتتلوا عليه، أهم شيء إبعاد النفط حبا في الإنسان. وكثرت هذه التعليقات والتغريدات الساخرة مما يرتكب بحق الشعب السوري وسرقة الموارد السورية. متابعة ينضم إلينا مباشرة من العاصمة السورية دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي تركي الحسن. أهلا بك أستاذ تركي. يعني قراءة أولية، تابعنا الكثير من الخبراء العسكريين، المواقع أيضا العسكرية والاستراتيجية الأمريكية، كيف تصف هذه الغارة؟ بغض النظر عن الموقف من تركيا وحكومة أردوغان وما تقوم به، السنوات العشر الماضية أكبر أذى للاقتصاد السوري وحتى أكثر عدد من الضحايا كانت خلفه تركيا. يعني التقديرات السورية تقول أن 70% مما أصابنا مسؤولة عنه تركيا بصورة مباشرة أو حكومة الرئيس أردوغان. ليس فقط هذا اليوم تهرب النفط، كانت تهرب باتفاق هي وداعش، لدرجة أن الرتل الذي كان يذهب بالصهاريج من سوريا ومن شمال العراق باتجاه تركيا أطلق عليه الرئيس بوتين في إحدى قمم الدول العشرين الأنبوب المتحرك،
وحوالي كان 8000 صهريج دفعة واحدة، وأنا ذاك ضرب هذا الرتل. إذا مسألة تهريب النفط السوري وحتى العراقي باتجاه الحدود العراقي باتجاه الداخل التركي قديمة منذ بداية الأحداث في سوريا حتى الآن، أو لنقل منذ السيطرة على المحافظات. أستاذ تركي، هل لديك يعني من تقديرات أو أرقام لحجم تهريب هذا النفط كخسائر على الخزينة السورية؟ نحن كنا نصدق، كنا ننتج يعني قبل الحرب، نعم نستطيع أن نعطي رقم، كنا ننتج قبل الحرب يعني سوريا 386 ألف برميل، تستهلك داخليا حوالي 200 ألف برميل، أحيانا في الشتاء يمكن أن يرتفع إلى 240، والباقي يصدر إلى الخارج. كل النفط الآن توقف بطبيعة الحال، لا تنتج سوريا الآن من خلال مناطق سيطرة الدولة السورية والقوات السورية أكثر من 40 ألف برميل. إذا نحن نخسر يوميا حوالي أكثر من 300 ألف برميل. هذا الأمر هو متوقف. صحيح لا تنتج الآن القوات الأمريكية وقسد هذه الكمية، يعني المعلومات تقول أن هناك حوالي 120 ألف برميل يوميا تستخرجه قسد من مناطق النفط، وخاصة أنها هي في المناطق الأساسية للنفط، يعني سواء في كان شرق دير الزور أو في محافظة الحسكة وكان سابقا في محافظة الرقة. إذا نحن نخسر يوميا حوالي 120 ألف برميل، 120 ألف برميل إذا ضربناه وسطيا في سعر البرميل العالمي معروف، إذا نقدر كم نخسر، أننا يوميا يمكن أن يعني من خلال هذه الحسبة البسيطة التي نستطيع أن نحسبها أننا نخسر يوميا 15 مليون برميل، 15 مليون دولار. وبالتالي طيب عسكريا في هي رسالة العام من موسكو اليوم لأنقرة ولحكومة أردوغان هذه الغارة؟ صحيح أن هناك اشتباكات جرت بين أحد المواقع الروسية في منطقة عين عيسى والمجموعات الإرهابية التي تقودها المخابرات الاستخبارات التركية، وهي مجموعات إرهابية من فصائل متعددة. هذا الاشتباك أدى آنذاك لقصف المواقع، الموقع الروسي. قد يكون هناك ربط بين هذه القضية، ولكن أعتقد أن مسألة استهداف تهريب النفط ليست المرة الأولى، إذن هي متكررة، هذه العملية تكررت سابقا. وقد جئت بمثال بسيط، أن الرئيس بوتين نفسه كان يقول للرئيس أردوغان أثناء قمة العشرين لديكم أنبوب نفط متحرك من سرقة النفط السوري والعراقي، ونحن وأخرج صور جوية يعني في هذا الموضوع. في استهداف رتل كان حوالي 8000 صهريج، إذا حسبنا 8000 صهريج فهذا رقم كبير يعني يوميا. إضافة إلى أن هناك صناعة للنفط في سوريا، طبعا ليس صناعة من خلال مصافي كبيرة، الصناعة هي بسيطة بغض النظر عن البيئة وحياة الإنسان. قبل هي عبارة عن حراقات بدائية معك. إضافة إلى سرقة النفط، تم سرقة أثار تقدر بمليارات الدولارات 6000 عام من الحضارات المتعاقبة على سوريا، فضلا عن سرقة مدن صناعية في حلب. هل يمكن إدراج كل ذلك في إطار جرائم حرب؟ نعم، وهناك نقابة المحامين في سوريا حققت في هذه القضايا السرقة، وهي تقوم بتحضير الملفات من أجل رفع دعاوى على الحكومة التركية، لأنها قامت بسرقة من حلب لوحدها 1600 معمل للقطاع الخاص، وقد سرقت لنا معملي سكر، وقد سرقت لنا محطة كهرباء زيزون في الغاب، يعني هذا الآن في هذه المنطقة، يعني محطة كهربائية تنتج حوالي 600 ميجاوات يعني. وبنفس الوقت الآثار والقطن والقمح وإلى آخره. الآثار ثبت لدينا أنها قامت بسرقة الآثار الأساسية في مجموعة من المواقع في حلبية وزلبية في عفرين في شمال حلب، وبالتالي هذا الأمر موثق لدى الحكومة السورية ولدى نقابة المحامين ولدى الحقوقيين الذين ينوون مقاضاة الحكومة التركية على ما قامت به. نحن بشكل مؤكد لدينا بالصور، يعني هذا الأمر ليس عبارة عن كلام يقال في الإعلام، لدينا في الصور كيف كان يتم تفكيك المعامل، وكيف تنقل ترسل سيارات الشاحنة، الشاحنات الكبيرة من تركيا وتحمل هذه وتعبر الحدود وتذهب إلى تركيا. هذه وثائق موجودة لا يمكن نكرانها،
وحتى إذا سألت الحكومة التركية لا يجيبون على هذا السؤال، لأن هذه حقيقة واقعة. والمعامل، أصحاب المعامل ذهبوا إلى تركيا ورأوا معاملهم هناك كيف فككت من مدينة الشيخ نجار ومن الليرمون ومن شمال حلب ومن مختلف المناطق، كيف فكك معمل السكر في مسكنة، كيف فككت مضخات المياه التي تروي مشاريع الري الكبيرة العملاقة عن نهر الفرات، كيف جرى سرقة الآثار، كيف تم تفريغ صوامع الحبوب، معالج الأقطام، وسرقة المحالج أيضا بنفس الوقت. من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي تركي الحسن، شكرا جزيلا لك كل هذه المعلومات عبر منصات